شهدت أسعار النفط هذا الشهر تغيرات بين ارتفاع وانخفاض، حيث تراوحت أسعار خام برنت بين 82 و86 دولارا للبرميل. فكيف سيؤثر ذلك على أسعار المشتقات النفطية في تسعيرة شهر آذار المقبل؟ للحديث أكثر حول توقعات تسعيرة المشتقات النفطية للشهر المقبل نرحب بالسيد عامر الشوبكي الخبير في قطاع النفط والطاقة. صباح الخير أستاذ عامر. صباح النور. يعني خبراء الطاقة يرجحون ارتفاع أسعار المحروقات محليا في ظل ارتفاعها عالميا. سؤالي لك بداية، لماذا ارتفعت عالميا؟ على العكس ست خلاص، تحياتي لك ولمشاهدينك الكرام. بالعكس، أسعار النفط انخفضت في الشهر الحالي، في أسبوعين الأسبوع الحالي أيضا انخفض 4% مع وفرة المعروض ومخاوف رفع أسعار الفائدة من الاحتياط الفيدرالي الأمريكي. هذا أثر على أسعار النفط التي يعني بمعدل الشهر تساوت تقريبا مع معدل الشهر الماضي عند أقل من 83 دولار لبرميل برنت المعياري. الآن التوقعات الحقيقية يعني هي أكثر اعتدالا وتفاؤلا بالنسبة للمواطنين. أتوقع أن تقوم الحكومة في شهر آذار القادم بتثبيت أسعار جميع أنواع المشتقات النفطية. اعتمدت على هذا التوقع نتيجة عدة عوامل. الآن الضرائب المفروضة الكبيرة على المشتقات النفطية ما زالت على ما هي عليه بالنسبة للبنزين 90 والبنزين 95، وستبقى أسعار البنزين كما هي دون تعديل عند 94 قرش ونصف للتر البنزين 90 و118 قرش ونصف للتر البنزين 95. بالنسبة للسولار تلقى يعني تخفيض على الضريبة المفروضة عليه منذ بداية العام الحالي، كانت 16 قرش ونصف الضريبة الثابتة المقطوعة، الآن هي أقل من 11 قرش ونصف على اللتر. هذا ما تسميه الحكومة دعما. نعم، ولكن بما يتعلق أستاذ عامر بأسعار الكاز، هل تتوقع باستمرار الحكومة بتخفيض أسعار الكاز وإلى متى؟ نعم، خلاص الكاز يباع الآن ب 62 قرش لللتر، سيبقى عند هذا السعر أيضا في الشهر القادم. طبعا الإرادة الملكية التي وجهت الحكومة بتجميد الضريبة كاملة على هذه المادة ستبقى فاعلة حتى بداية شهر نيسان القادم، في الأول من نيسان القادم. نعم. أستاذ عامر، من خلال مراقبتكم للأحداث السياسية والاقتصادية العالمية، هل تتوقعون بأن أسعار النفط هي ذاهبة باتجاه الارتفاع أم الانخفاض، وما السبب؟ نعم، سؤال مهم. خلاص الآن إحنا في الربع الأول تأثرت الأسواق برفع القيود على الصين واستعادة النشاط الاقتصادي في الصين، من جهة أخرى كانت تؤثر سلبا أو انخفاضا على أسعار النفط العوامل الهبوطية من توقعات التباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة، كما أن روسيا يعني في شهر ثلاثة ستخفض إنتاجها 500 ألف برميل، تقريبا 5% من إنتاجها. هذه العوامل المجتمعة أعتقد بأنها ستبقي أسعار النفط في شهر آذار على ما هي عليه، تتأرجح وتتذبذب ما بين 80 إلى 90 دولار، لكن أعتقد الصورة مختلفة ستكون مع بداية الصيف وموسم النشاط في النقل والسفر، وبالتالي أتوقع أن يكون هناك ازدياد على أسعار النفط مع بداية شهر أبريل القادم. نعم. تحدثت عن روسيا وتخفيضها لكميات إنتاج النفط، ولكن في حال استمرار، نعلم بأن الحرب الروسية الأوكرانية التي مضى عليها عام، في حال استمرار هذه الحرب والتصعيد ما زال مستمر، هل سيلقي بظلاله على أسعار المشتقات؟ نعم، التوترات الجيوسياسية موجودة في الأسواق، إلا أنه كان المعتقد في السابق بأن الحرب هذه والعقوبات التي فرضت على روسيا من الغرب كانت ستخفض إنتاج روسيا بشكل كبير. 3 مليون برميل كان المعتقد سينخفض من إنتاج روسيا، هذا لم يحدث على أرض الواقع، وكان الانخفاض في الإنتاج الروسي أقل لغاية الآن، هو ما بين 500 ألف إلى 900 ألف برميل فقط انخفض الإنتاج الروسي، وبالتالي هنالك وفرة في المعروض في الأسواق،
تبقى ايضا اوبيك بلس في اجتماعها في شهر ابريل ايضا لتحدد ما اذا كانت ستخفف تخفيض الانتاج او تعدل سياستها الانتاجيه حسب المعطيات او استدامه الطلب الصيني الذي ايضا يتاثر في التباطؤ الاقتصادي الاوروبي والامريكي، لان ثلثي الانتاج الصيني يذهب لصالح خارج الصين. نعم، شكرا جزيلا السيد عامر الشوبكي، وانت خبير في قطاع النفط والطاقه، شكرا جزيلا لك.